برحب فيكم مشاهدينا من جديد ببزنس ماج، المجلة الاقتصادية الوحيدة على التلفزيونات بلبنان، ومنوصل للجزء الأخير ومنتابع سوا الجزء الثاني من الحديث يلي اجريناه مع رولان أبي نجم الخبير بقطاع الانترنت والسوشيال ميديا حول مشاكل الانترنت والتحديات يلي عم بتواجه الشركات، الحكومات والأفراد بموضوع حماية الخصوصية والمعلومات السرية. مجددا برحب فيك ببرنامج بزنس ماج على شاشة المستقبل أستاذ رولان أبي نجم، خبير بشؤون التواصل الاجتماعي ومستشار وزير الإعلام الكويتي. كنا عم نحكي عن الإنترنت بلبنان وبالعالم، قديش نسبة الاختراق. هلا أنا بدي أسألك، إنه اليوم في خروقات كتير، في تسريبات كتير عم تصير لأنظمة المصارف العالمية، بالإضافة كمان لمراقبة الصفحات الشخصية. كيف عم بيصير هذا الشيء؟ كيف الواحد بيقدر يحمي حاله؟ اول شيء نتفق على شغله، ما في شيء اسمه 100% سكيور. يعني طالما انت ما في حمايه يلي هي 100%، انت اللي فيك تعمله بتقدر تشتغل على حالك تيكون عندك اعلى ليفل ممكن من الحمايه. أوكي. بس تنيجي نقول باي لحظه نحن صرنا 100% سكيور، هاي بنكون عم نضحك على حالنا وعم نضحك على العالم. نعم. الشغله الثانيه الاهميه في وات وي كول سوشيال ميديا سيكيورتي اويرنس، يلي هي أغلبية الخروقات عم تصير هي من وراء إذا بدك قلة خبرة أو قلة وعي عن اليوزر، عن المستعمل تبع الإنترنت، المستخدم. نعم. مستخدم الإنترنت يلي هي أوقات من وراء حدا بيبعث له لينك أو إيميل أو واتفر ما مفروض يفوت عليه، بيفوت عليه بكلفه هذا الموضوع ينسرقوا الحسابات تبعه. يعني أنت بتنبه الكل إنه لما بيجيكم رابط أو لينك من حدا ما تكبسوا عليه إلا ما تكونوا عارفين شو هو. هون المشكلة إنه نحن مثل ما بتعرف السوشيال ميديا هي ترند ما بيتعلموها إجمالا لحديتها، لا بالمدارس ولا بالجامعات. هي هلا صار في تريننج سنترز أو وركشوب بينعملوا كرمال يعطوا أويرنس بهذا الموضوع، بس كل العالم اللي بلشت تستعمل السوشيال ميديا ما عندها المينيمم أويرنس الموجودة بخصوص هذا الموضوع، فهذا سبب أساسي عم يسبب موضوع الاختراقات يلي هلا عم تصير. بلس نحن هلا إذا بدك بعالم كل الأشياء الداتا الموجودة أونلاين، حضرتك سألت سؤال إنه أنا الداتا الموجودة تبولي وين موجودة؟ لما أنا عم طلع صور على فيسبوك، هول الداتا موجودين على أي سيرفر، بأي لوكيشن، بأمريكا، باليابان، بالصين. لما بنحكي عن شيء اسمه إنترنت كلاود، هذا الكلاود شو معناته؟ الداتا الموجودة وين؟ هيدا الشيء كتير مهم، لأنه حاليا أنت موجودين داتا تبولك سموير بمحل بهالعالم، بس نو واي تقدر تعرف ولا وين ولا بأي محل. ولما عم بيصير في كتير خروقات، نحن عرفنا أنه أكبر شركات بالعالم فيسبوك، تويتر، لينكدإن، مايكروسوفت، أوراكل، أبل، كل الشركات تم اختراقهم. لما تم اختراقهم كل المعلومات تبعولك وتبعول اي شخص، وعرفنا كثير عن سيلبرتيز برا بانترناشونال تم خرق صور عند القراصنه 100%، وخرق صور كثير شخصيه وكثير بيرسونال لالهم. فابسط شيء اللي ممكن نقوله للعالم انه اذا انت بدك المعلومات تبعولك ما يكونوا بابليك ما تحطهم اونلاين. هيدا ابسط امور، هيدا اتليس بيكون حميت حالك بمحل معين. لانه هون في كثير عالم تجي بتتكل انه انا الصور تبعولي محطوطين على فيسبوك بس برايفت، بس الفرنس تبولي بيشوفون. هيدا شيء كايند اوف مش مزبوط. لا بعدين مش بس هيك، في شيء اخطر من هيك، في ناس عم تعمل تشات على فيسبوك وبيكتبوا كتير اسرار وارقام حسابات مصرفيه، بيقول له ببعث لك الرقم مثلا، هيدا كمان شيء منه مزبوط. لان هون كمان بنرجع نقول التشفير حاليا منه موجود بوسائل التواصل الاجتماعي، واذا كان موجود بيكون موجود بالمينيمم ريكوايرد. بلس رح اعطي مثل كتير صغير عن فيسبوك. اذا الواحد هلا دائما في شيء بنسميه تيرمز اند كونديشن باي موقع موجود على التواصل الاجتماعي، هول التيرمز اند كونديشن كل واحد بحط اكسبت عليهم بلا ما يقراهم، بيكون عندك بقول موافق على كل الشروط. انا موافق على كل الشروط. من ضمن هول الشروط اخر شروط تبول فيسبوك حاطين فيها انه انا كفيسبوك بحق لي اطلع اذا انت فتحت اي موقع تاني عم بتطلع انت وين عم تفوت، عشان عم تفتش، عشان عم تعمل، فأنا استفيد من هالمعلومات واجي اسوق لك مواضيع معينه انت بعرف انه هو بتستفيد منها وممكن تكون بحاجه لها. ان شاء الله اكيد رح يكون لنا لقاءات تانية معك لحتى ننصح الناس نوعيها على هالموضوع اللي كثير مهم. شكرا لك خبير التواصل الاجتماعي رولان أبي نجم ومستشار وزير الاعلام الكويتي ببزنس ماج. شكرا لك. شكرا. خبرنا الاخير بحلقه الليله من قطاع السيارات، حيث سجلت مجموعه شركات السيارات الفرنسيه بيجو سيتروان قفزة بالمبيعات حول العالم مع زيادة بنسبة 4.3% خلال العام الماضي بالمقارنة مع سنة 2013، فقد باعت 2,393,000 سيارة بالوقت يلي كانت المبيعات تراجعت ما يقارب 5% بسنة 2013. وبالرغم من أنه الرقم بعيد عن الرقم القياسي اللي حققته المجموعة عام 2010 حيث باعت أكثر من 3.6 مليون سيارة، فهو يعد طفرة للمجموعة اللي عانت من التراجع بمبيعاتها خلال الثلاث سنين الماضية.
وبعود السبب بزيادة المبيعات لسوق الصين اللي باعت فيها 734 ألف سيارة العام الماضي، مما جعلها تحتل المكان الأولى بسوق سيارات المجموعة الفرنسية. فارتفعت مبيعات بيجو بمفردها بنسبة 43%، وهي أقوى تقدم بتسجله الشركة. كما بلغت مبيعات ستروان بالصين 320 ألف سيارة بزيادة 14% مقارنة بالعام 2013. كما نجحت مجموعة شركات بيجو ستروان بزيادة مبيعاتها بأمريكا الجنوبية، حيث باعت 200 ألف سيارة، واحتلت المجموعة مركز الصدارة بتونس ومصر اللي ارتفعت فيها مبيعات بيجو بنسبة 77%. أما بأوروبا فباعت الشركة 1.8 مليون سيارة بزيادة 8.1% بالمقارنة مع عام 2013، خاصة بيجو موديل 308 اللي تم اختيارها سيارة العام 2013 واللي انباع منها 56900 سيارة. كما ارتفعت مبيعات بيجو بأوروبا بنسبة 6.2%، حيث باعت 950 ألف سيارة بسنة 2014. أما ستروان فارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.2%. وأشارت لجنة صانعي السيارات الفرنسية إلى أن مبيعات المجموعة ارتفعت بفرنسا بنسبة 1.6% بسنة 2014. هل ممكن ننهي بزنس ماج من دون كوتس؟ طبيعي لا. خلينا نروح بجولة سريعة على أبرز التصريحات الاقتصادية للأسبوع مع كوتس. بزنس ماج لليوم انتهى، بنشوفكم الأسبوع المقبل مع أرقام، أرباح، خسائر ونصائح تكنولوجية جديدة. أرقام عن أرقام تفرق، بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. باي باي.